السلام عليكم. أنا مصرية بحرينية مقيمة على أرض الإمارات الغالية، وإحنا موجودين وكل سنة بنيجي مهرجان زايد للتراث. بصراحة شيء جميل جدا جدا، فخامة في كل شيء، ألعاب نارية، أجواء عائلية حلوة جدا، النظام في كل مكان. دي مش أول سنة طبعا، أنا عايشة هنا بقالي 11 سنة. كل سنة في أحلى وفي جديد، كل سنة في احتفالات أحلى. السنة اللي طافت كانت عام التسامح، السنة دي إن شاء الله بيكون أحلى وبتكون تسامح دايما في الإمارات. الله يحفظ يا رب شيوخ الإمارات ويحفظ أهل الإمارات، ودايما إحنا قاعدين وعايشين حاسين إن إحنا في دارنا، يعني مش بعيد عن دارنا. كل عام والإمارات وشعبها وشيوخها بألف خير، وإن شاء الله في عز وخير، والله يحفظ يا رب الجميع، وكل عام.